السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهد الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الوطن ينتصر. ودائما نقول بالله سبحانه وتعالى ثم بكم أنتم يا أبناء هذا الوطن المعطاء الخير. ينتصر الوطن، ينتصر الوطن بالرجال الأبطال المرابطين في جبهات القتال على الخطوط الأمامية في مواجهة العدو، الميليشيا الإنقلابية الحوثية المدعومة من إيران وقوى الشر. هؤلاء المرابطون في حيس على مشارف الحديدة في الجراحي، محققي الانتصارات هناك في الساحل الغربي في بلاد الصبيحة في كرش في القبيطة، الرجال الأوفياء المرابطون في البيضة في ناطع في مأرب في صرواح في تعز، تعز الحالمة الطامحة إلى الانتصار. ينتصر الوطن بالرجال الأبطال الذين يداهمون أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في وادي المسين في حضرموت وفي شبوة وفي عدن وفي كل المناطق. ينتصر الوطن بالرجال الأوفياء الذين يسعون إلى توفير الخدمات وتحقيق على الأقل أدنى حد من الحياة الكريمة للمواطن. مشاهد الكرام، مجموعة من المستجدات والفقرات التي سوف نتحدث عنها في برنامجنا لهذه الليلة من برنامج الوطن ينتصر، وحقيقة هي كثيرة القضايا التي تستحق أن نتحدث فيها والتي برزت خلال هذا الأسبوع، لكن ما سنتحدث عنه في حلقتنا لهذه الليلة مشاهد الكرام هو أولا الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعه كذلك نائبه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ومجموعة من الوزراء ورجال الدولة، بزيارة للدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي تعرض لوعكة صحية في الرياض ونقل على ذلك إلى جمهورية مصر لتلقي العلاج. هذا المحور الأول الذي سوف نتحدث عنه. المحور الثاني الذي سوف نتحدث عنه هو الانتصارات الكبيرة والنتائج الإيجابية المشرفة التي يحققها رجال الأمن البواسل في محافظة حضرموت بطرد تنظيم القاعدة من أوكاره وأهم أوكاره في وادي المسيني وكثير من أجزاء محافظة حضرموت. الموضوع الثالث الذي سوف نتحدث عنه هو حرب الخدمات التي يواجهها الإنسان اليمني، وحقيقة في المناطق المحررة هناك في إشكالية كبيرة بموضوع توفر الخدمات، حقيقة بالنسبة لموضوع المشتقات النفطية والوقود البترول ومشتقات النفط الأخرى. هذه الثلاثة المحاور نحاول قدر الإمكان نتحدث فيها ونوفر بعض الفكرة المكتملة حول هذه المواضيع. وقبل البداية في المحور الأول نذهب نحن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، البداية هي من اللفتة الكريمة والإنسانية المشرفة من قبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وكذلك من نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر نائب رئيس الجمهورية وكل رجالات الدولة بزيارة الكريمة واللفتة الموفقة بزيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر. والجميع يعلم أنه الدكتور بن دغر تعرض لوعكة صحية، ونتمنى من الله العلي القدير أن يشفي الدكتور بن دغر وأن لا يريه أي مكروه. حقيقة الدكتور بن دغر يعني تحمل مسؤولية قيادة الحكومة في وضع صعب في 2016 تقريبا، ومنذ ذلك الوقت حتى اللحظة والظروف معقدة، لكن بالرغم من كل هذه الظروف المعقدة إلا أنه تمكن هذا الرجل من أن يسير بالأمور بشكل هادئ وفق الإمكانيات، حيث أنه لا تكون هناك أي إشكاليات ولا تكون هناك أي مصادمات ولا تكون هناك أي مشاكل، وحاول قدر الإمكان أن ينجح في كثير من المجالات وفي كثير من الاتجاهات، من ضمنها على الجانب العسكري وعلى الجانب الأمني تحققت كثير من الأمور، على الجانب الخدماتي تحققت كثير من الأمور.
مجموعة كبيرة لنقل البنك المركزي الحين في شركة اتصالات، ولكن هي السياسة هكذا وضغوطات السياسة. أي سياسي يتعرض لهذه الضغوطات، فيما بالكم في اليمن في ظل حرب، في ظل حرب مع تنظيم القاعدة، في ظل جهاز اقتصادي متهالك، بالتالي كبرت ربما المواجهة وصعبت ربما، يعني زادت تضاعفت الأمور وانعكس هذا على صحة الرجل. لكن نحن نقول للدكتور بن دغر أن تقدها وقدود بإذن الله، سوف يعني نرجو من الله، وهذا دعانا الله، أن يلبسك ثوب الصحة والسلامة وتعود إلى حياتك الطبيعية، ونبادل يعني حقيقة تعاطفنا في هذه الوعكة الصحية التي تعرض لها الدكتور بن دغر، ونتقدم نحن ولا ننسى كإعلاميين المواقف التي وقفها الدكتور بن دغر في حلحلة كثير من مشاكل الإعلام والإعلاميين، وهذه كلمة حق تقال، وأملنا كذلك كبير في أن يعود لمواصلة خدمة هذا الشعب. الجانب الآخر هو اللفتة الكريمة من دولة الرئيس ونائب الرئيس بزيارة هذا بزيارة دولة الرئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر. هذه لفتة إنسانية كريمة وتدل على أن في هناك قيادة الدولة نوع من التفاهم ونوع من التواسك ونوع من أخذ الأمور بمأخذها الصحيح. يعني هذه الأمور رغم أنها يعني تعتبر إنسانية أخوية، لكن قيادة الدولة لا تفوتها، حتى تصل الرسالة إلى أكثر من جهة أنه قيادة الدولة مهتمة بالمواطن، مهتمة بالمسؤول، مهتمة بالرئيس، وموقفها في كل الظروف وفي كل الأوقات هو إنساني في كل الأحوال. كانت لفتة كريمة من الرئيس، كان معه مجموعة من الوزراء، شافت يعني في الصور الوزير نايف البكري، كان نائب أو مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العلمي باوزير، كان مجموعة كبيرة من رئاسة الدولة، صور مثل ما تتابعونها لرئيس الجمهورية وهو يزور الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والدكتور بن دغر يعني على فراش المرض، نتمنى له الصحة والسلامة. ونقل الآن الدكتور بن دغر إلى مصر، ربما هو كان في مصر يتابع العلاج أو حاجة، يعني يبدو من مفهوم الكلام أنه فيه هناك له الموضوع له ارتباط. الأخبار تقول أنه لما كان في عدن حصلت عليه الوعكة الصحية، ربما آلام في الظهر، وفضل أنه يقعد في عدن حتى أنه يعني في ظروف كانت تستدعي أنه يقعد في عدن، وأخذ بعض الأدوية من المستشفيات المحلية في العاصمة عدن، ومشت الأمور والحمد لله رب العالمين. الآن دكتور بن دغر موجود في مصر يتعالج، وبإذن الله يعني يتماثل إلى الشفاء ويعود على أكمل وجه لخدمة الشعب ولخدمة هذا الوطن. الشكر موصول لفخامة رئيس الجمهورية المشير الرئيس عبد الرب منصور هادي على هذا الموقف، وشاهدنا مواقف كثير من رئيس الجمهورية، زيارته من قبل مركز الملك سلمان، زيارته من قبل طاهر العقيلي رئيس هيئة الأركان، تواصله ومتابعة الأحداث لكل ما يحصل للقيادات، للشهداء، لأسر الشهداء. تابعنا الموقف مثلا من بعد استشهاد أحمد سيف، كيف استقبل ابن الشهيد أحمد سيف، كيف تواصل مع أولاد الشهيد علي ناصر هادي، كيف ذهب وزار أسرة الشهيد جعفر محمد سعد. يعني المسألة في هناك رصيد مشرف لدولة أو لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي والأجهزة الدولة والقيادة العليا فيما يخص هذا الجانب، وهذا يعني صورة مثالية ومشرفة. كانت الصورة الأخيرة هي زيارة رئيس الجمهورية ومعه كل طاقم الحكومة ورجالات الدولة في زيارة رئيس الوزراء، يقول مهم جدا يعني حقيقة. وهناك من كتب الكثير حول أهمية الدور الذي قام فيه الدكتور بن دغر، ويعني تمنوا الشفاء العاجل. هذا كان محورنا الأول مشاهدنا الكرام حول هذه الزيارة الأخوية والإنسانية من رئيس الجمهورية ونائبه وجهاز الدولة للاطمئنان على صحة الدكتور بن دغر. ونحن توجهنا بالشكر لفخامة الرئيس ولنائب الرئيس ولكل رجال الدولة الذين قاموا بهذه الزيارة، والشكر هو موصول للدكتور أحمد عبيد بن دغر على الجهود الذي قام فيها والذي قدمها خلال تواجده في الداخل وحتى وهو في الخارج وهو يتابع كثير من الأمور، ونتمنى الشفاء العاجل للدكتور بن دغر. مشاهد الكرام، نذهب نحن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة بقية المحاور. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لمواصلة الحديث في حلقتنا لهذه الليلة من برنامج الوطني ينتصر حول مستجدات الأوضاع في الداخل والخارج. المحور الثاني سوف نتحدث فيه عن مكافحة الإرهاب في حضرموت. حقيقة بالفترة الأخيرة عملية مكافحة الإرهاب تصاعدت وتطورت العملية وحتى طريقة إدارتها بطريقة فريدة جدا وناجحة سواء في شبوة أو في حضرموت وكذلك في بعض المناطق الأخرى. عملية مكافحة الإرهاب في حضرموت بدأت هي في العام 2016 حقيقة وحققت نجاحات كبيرة بسرعة قياسية يعني بشكل سريع جدا. كانت هناك نتائج وتم طرد تنظيم القاعدة من مناطق كبيرة وعلى وجه التحديد من المكلا وعادة الحياة. بالفترة الأخيرة ظهرت هناك بعض ربما التحركات الأمنية المريبة أو ربما هناك من يتحدث عن هذا وادي المسيني. حقيقة تفاجأنا، نحن لم نكن نعلم في هذا الوادي المسيني. هناك من يتحدث عن هذا وادي المسيني هو الوكر الرئيسي لتنظيم القاعدة في محافظة حضرموت ومنطقة مهمة جدا في شرق البلاد، بما يعني إن كان الحديث عن الجهات الأربعة وبالتالي شبوة أبين أو شبوة المهرة حضرموت. انطلقت عملية الفيصل طبعا بتخطيط وتنفيذ أو بترتيب منظم من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبأدوات وأياد حضرمية، يعني عقول حضرمية ودماء حضرمية وجنوبية حقيقة ومعها بعض أبناء المحافظات الأخرى. شاهدنا ناس من ردفان، من الضالع، ربما من يافع، من عدن، من أبين، كل المناطق موجودين يعني في عملية الفيصل ومواجهة تنظيم القاعدة. لكن أن يظهر وادي المسيني هكذا فجأة، يعني عملية لم تكن بالحسبان، يعني ما حد كان يعرف إيش هذا وادي المسيني وإيش فيه وإيش يظهر. فظهرت الأمور هناك في قوة يعني ضاربة يمتلكها تنظيم القاعدة، بينما أنه هذا الوادي ربما هو على بعد 100 كيلو من المكلا عاصمة محافظة حضرموت، لكن هذا الوادي هو وادي فيه أغوار وفيه أدغال وفيه وديان متفرعة وليس بالسهل الوصول إليه. لكن احنا تابعنا كثير من المواد الإعلامية التي وصلت إلينا ووجدنا الشباب النخبة الحضرمية والمنطقة العسكرية الثانية دخلوا إلى أوكار تنظيم القاعدة وتم القبض على عدد كبير منهم وتم قتل عدد كبير منهم، وهناك معدات عسكرية كانوا يمتلكونها مختلفة الأنواع والأحجام والمقاسات، وبالتالي يضيف هذا الانتصار الشيء الكثير لحضرموت ولاقتصاد حضرموت والأبناء حضرموت والأمن حضرموت، لأنه بهذه الطريقة أن تكون هناك في خلايا إرهابية على بعد 100 كيلو من العاصمة، يعني في منطقة مهمة جدا في قسم الجمهورية اليمنية، هي إشكالية كبيرة. وبالتالي لابد كان من هذه العملية، على أنه تأخرت كثيرا ربما من 2016 عندما بدأت العملية الأولى إلى الآن نحن في 2018، يعني تقريبا سنتين من أيام مشاورات الكويت. لكن يبدو أنها الأمور تمشي بشكل مرتب وبشكل يعني إيجابي ودقيق. اللواء البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية وهو محافظ المحافظة يسير بخطى ثابتة ويطبق فكرة القائد الذي يقول اتبعوني لا تقدموا وأنا من وراءكم موجود في الصفوف الأمامية، وتتحقق الانتصارات في حضرموت. كثير من المحللين العسكريين والأمنيين تحدثوا عن هذه العملية وعن أهميتها. هناك من كتب عن الاتجاهات التي سوف يتجه فيها تنظيم القاعدة، إلى أين سيتجه، إلى أين سيلجأ، يعني حصرا أو تحديدا أغلب المتخصصين في قضايا مكافحة الإرهاب أجمعوا على أن تنظيم القاعدة سيغادر محافظة حضرموت وربما سيغادر محافظة أيضا شبوة. لكن هناك في رؤى وطروحات مختلفة حول موضوع الاتجاه، إلى أين سيتجه تنظيم القاعدة، إلى محافظة أخرى، يعني هناك من يحدد بعض المحافظات الأخرى، أنا لا داعي أن أحددها، ويسميها بأن هناك المقر الرئيسي لتنظيم القاعدة، مع أنه لا، تنظيم القاعدة لا أعتقد أن له مقر رئيسي، هو مش حزب على أساس يعني معهم مقر قيادة ولجنة تنظيمية وبطائق وعلم، ما ظنيت بهذه الطريقة الموضوع، يعني
مسألة أفراد منثورين في مناطق مختلفة، خلايا نائمة تصحو نتيجة لظرف معين وبإشارة معينة من قيادة معينة وفق لتوجه معين أو خدمة لأجندة خارجية بحتة. لكن تحرير هذا الوادي هو سوف أعتقد أنه هذا الوادي ربما من جهة أو يطل على مناطق تطل على البحر، وبالتالي عملية تمويل الإرهاب من أيادي خارجية في محافظة حضرموت قد ربما سوف تتوقف. عندك هنا سعيد الجمحي يقول أن السيطرة على وادي المسيني هو معناه إخراج تنظيم القاعدة من أهم أوكاره، حيث كان هذا الوادي يشكل قطاعا جغرافيا للتنظيم ويمكنه من المكوث والتحرك إلى مناطق أخرى مجاوره بأمان. يعني الجماعة من هذا الوادي يتحركون ويساعدهم على الحركة بكل بشكل مرتاح. وأضاف خلال لقائه أن القاعدة سيلجؤون للمناطق التي تشكل غطاء جغرافي وقبلي، قد يتحركون نحو محافظات أخرى. هو حدد، أنا لا أحب أن أحدد وأسميه، لافتا لأن العمليات العسكرية بقيادة قوات النخبة الحضرمية التي تشن عليهم هي عمليات محكمة وتتحرك وفقا لتكتيكات عالية ناتجة عن خبراء تمكنت من عدم إعطاء تنظيم قدرة على التنفس والتحرك. طيب الأمر الذي سيلزم تلك العناصر بالتحرك صوب بعض المحافظات الأخرى. شوف في موضوع، أنا في مسألة لما نتكلم أنه سوف يلجأون إلى مناطق ذات غطاء جغرافي وقبلي، يعني البعض يفهم أو البعض يتعمد مثلا بإرسال الرسالة أنه المناطق القبلية هي مأوى للتنظيمات الإرهابية، ولا بد من التوضيح. يعني بالعكس، القبائل ما هم أبناء القبائل، هم هؤلاء اللي عندك في حضرموت، وأبناء القبائل اللي في شبوة، وأبناء القبائل اللي في يافع واللي في أبين، هم اللي قاموا على تنظيم القاعدة. فلما نأتي ونقول سيتجهون إلى مناطق جغرافية وقبلية، لابد من كمان التوضيح بشكل يعني صحيح للمعلومة، حتى لا يتضح للمستمع أنه القبائل هي التي توفر بيئة مناسبة لتنظيم القاعدة. طيب معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد العمودي، إعلامي في مكتب محافظ محافظة حضرموت. مرحبا بك أستاذ محمد العمودي، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أولا نهنيكم أستاذ محمد العمودي على الانتصارات التي تحققونها في حضرموت، والسؤال الذي حقيقة أريد وألح، يعني ما أهمية وادي المسيني هذا والذي فيه هذا التكتل الكبير من تنظيم القاعدة؟ ماذا يعني وادي المسيني؟ نحن لم نكن نعلم ولم نكن نسمع في شيء زي كذا، يعني وادي ربما زي كل الوديان، لكن ما أهميته؟ أولا شكرا للأخوة في قناة عدن على هذا الاستضافة. بالنسبة لوادي المسيني، طبعا وادي المسيني ليس وادي جديد يعني بالنسبة لتنظيم القاعدة. التواجد التنظيم في هذا الوادي من فترات سنوات، يعني ليس من اليوم وليس حديثا أو منذ خروجهم من المقلة. لا، هذا التواجد قبل دخولهم المقلة وقبل من أيام النظام السابق يعني. هذه المنطقة بقيت عصية على كل القوات والأنظمة، لم يصل إليها أحد. أهمية هذه المنطقة بالنسبة للتنظيم تكمن في تواجد المياه. المنطقة وعرة جدا، لا يمكن الوصول لها بسهولة حتى عن طريق السيارات. السيارات التي تصل لها ذات جذع رباعي أو سيارات يعني ممكن حقق 5 مشاوير لها ذات الموقع، أو 6 مشاوير يمكن تروحها على الورشة على طول. يعني الموقع وعر جدا، لا يمكن الوصول له لأي شخص بسهولة أو قوة. فتوفر المياه في هذا المكان سمح للتنظيم بأن يقيم ويأسس ويخطط ويعمل على تنفيذ هجمات داخل المدينة ثم العودة إلى المكان. وذلك بعد توفر أنه يعني الأساسيات اللي هو أساس حاجة الماء، الغداء وغير هذا ممكن تأخذ كميات لمدة شهر لمدة شهرين ثم تعود، لا يوجد مشكلة. لكن الماء هو الأساسي الذي يساعد التنظيم على التواجد في هذا الموضع، بالإضافة إلى التحصنات الموجودة. الموضع يوجد به مغارات، يوجد به كهوف، يوجد لا يمكن الوصول لها الطيران بسهولة، لا يمكن الوصول لها حتى الأفراد. يعني الموقع خطير جدا. يعني اتخذته هذه التنظيمات لتنفيذ عملياتها بكل أريحية. يعني وكأن أفهم من كلامك أنه المواجهة البرية كانت حتمية وخيار أوحد. نعم، حتى المواجهة البرية لم تكن يعني عملية السيطرة لم تكن الأولى. سبقتها عمليات أخرى كانت زي النخبة الحضرمية، ولكن لم تنجح، لم يكتب لها النجاح، لأن المنطقة لم تعمل عليها دراسة كافية.
لا توجد معلومات كافيه. عمليه الفيصل التي اعلنت عنها ونجحت حدثت مع دراسات بعد عمليات استخباراتيه بعد معلومات كافيه بعد دراسه للامر الموقع للكمبينات حجم الموجودين عدد العناصر عدد كميه السلاح كميه يعني اماكن الهجوم الخطه المتكامله عملت يعني للتنفيذ ونفذت بحذافيرها. يعني عمليه استطلاع وفحث وجمع معلومات. السؤال الذي اريد اسالك اياه، ما الذي تحقق الى حد الان؟ يعني هل نستطيع ان نقول انه نجحت العمليه في وادي المشيني؟ نعم نعم بكل تاكيد بالنجاح، نجحت العمليه بشكل كبير وحققت اهدافها يعني بالشكل المطلوب. فالتنظيم الان يعني يعني خلاص شبه ميت يعني في حضرموت اقول كله بشكل عام، لان الموقع هذا الاساسي هو الانفلاقه. طيب. وهو الملجا الرئيسي لكل العناصر، كل المهاربين عندما يشعروا بالخطر يلجؤون الى المسيري، يلجؤون الى هذه الجبال. اوكي. فالان لا يوجد لهم ظهر او سند او ملجا يلجؤون اليه. فهناك جماعات كثيره على شكل افراد في جبال منتشرين، لكن لا يجد لهم اي تكتيك، هو وتواجدهم عباره عن هروب. طيب استاذ محمد اوكي طيب وجودهم في وادي المشيني هل كانت لكم لهم هناك، هل كانت لهم هناك تحركات مثلا يخلون بالامن يقومون بعمليات تخريبيه؟ لانه مثلا هناك من يتحدث بيقول لك طالما وهم لم يقوموا باي عمليات تخريبيه لماذا ما يكون هناك يعني خيار التفاهم سلميا يغادرون او يسلمون اسلحتهم، ام انه يعني ظهرت منهم بعض التصرفات التي سببت خطر؟ يعني ما هو الخطر الذي كان يسببه تنظيم القاعدة في وادي المشيني؟ يا عزيزي التنظيم القاعدة هو لا يعرف تفاهم ولا يعرف اي اتفاقات ولا يفهم من هذه الامور العسكرية. هو يفهم انه كل الموجودين كفرة ويجب محاربتهم ويجب قتلهم. بالنسبة له الجندي او العسكري فهو حلال قتله وتدميره. وادي المشيني كان شكل خطر ليس من باب انه الاعتداء او الوصول للمنطقه، وادي المشيني بشكل خطر لان اغلب الهجمات كانت مصدرها الهروب واللجوء الى وادي المشيني. تعرضت النقب الحضرميه ومواقع الغربيه في بروم في الغبر في حتى في الهجمات الاخيره اللي حصلت في رمضان في العام 2016 بعد التحرير حصلت، كانت يعني اغلب المعلومات تشير الى انها هربوا الى ذاك الموقع. حتى الطيران الامريكي لما قصف في 2015 اعتقد لما دخل التنظيم وسحب اموال كبيره فاتجه الى وادي المشيني. هنا الوادي المشيني يعني حتى لحد الان لا توجد معلومات كافيه، هل توجد هناك مخازن؟ لا توجد معلومات كافيه لحد الان. لحد الان يتم نزع الالغام، لحد الان هذه اللحظه الجنود في رجل الالغام ما زالت متواجده تتنقل من شعبه الى شعبه يعني من جبل لجبل تنزع الالغام التي هي خطر على بعض رعاه الاغنام والبدو بدون اي خطط وبدون اي خرائط، عمل الغام عشوائيه ولا زالت تحصد ارواح من بعض الجنود. قبل اسبوع استشهد يعني بعد العمليه اذا عملت هذه العمليه استشهد من جهود النخبه في عمليه نزع الغام. التنظيم خطره يوجد انه لا يؤمن باي حوار حتى انك تتحاور معه، ولو كان هناك حوار فكري لو كان قد حصل وسلمت الارواح ولا يمكن ان تتحمل النخبه هذه التضحيات. يعني عمليه الفيصل كلفت كثير وليس نقول ان عمليه الفيصل عملت بكل سهوله. هناك ارواح، هناك جرحى وشو وانتم طلعتوا عليها في الاخبار. صحيح صحيح. التي طلعت في مستشفى بنزينة هناك عدد من الجرحى كثير. نتمنى لكم التوفيق. ايضا التكلفه الماليه لهذه العمليه يعني لا ينسى. نتمنى لكم النصر، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم السلامة. أنتم في مهمة أمنية وأخلاقية ووطنية ودينية، نتمنى لكم الانتصار. الأستاذ والناشط الإعلامي والسياسي محمد العمودي كنت معي من المكلا، شكرا جزيلا لك. طيب شكرا. انطلقت طبعا عملية الفيصل مشاهدينا الكرام بإسناد من قبل التحالف العربي وبدعم كبير قوات التحالف العربي في 17 من شهر فبراير لتطهير أوكار تنظيم القاعدة في وادي المشيني. استطاعت هذه العملية أن تحقق نجاحات كبيرة، ومثل ما تحدث الأخ محمد العمودي
هذا هو وكر للإرهابيين، يعني لعبة تضرب وهرب، روح نفذ عمليات إرهابية وتخريبية وبعدين ارجع لوادي المسيني، بحيث أنه هذا الوادي لا توجد فيه طرقات وتوجد فيه كهوف وتوجد فيه موانع كثيرة، وربما الكهوف والمغارات لا تصعب أن تكون هناك في إمكانية للطيران بأن تصل إلى هذه الأفراد وإلى هذه الجماعات. الانتصار بإذن الله تحقق في هذا الأمر، ونتمنى أن تنعم حضرموت بالأمن والأمان والسلام. وكذلك على الصعيد الآخر، في انتصارات في محافظة شبوة، والنخبة ورجال الأمن يتمددون في كثير من المناطق في شرق اليمن. نتمنى التوفيق لرجال الأمن في مكافحة الإرهاب. مشاهدي الكرام، نذهب نحن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهد الكرام إلى المحور الأخير الذي نتحدث فيه نحن وإياكم في هذا البرنامج الوطني انتصر، الحديث حقيقة حول معاناة الناس في العاصمة المؤقتة عدن. وهذه المعاناة ليست بجديدة، على أنه في فترات طويلة حقيقة تختفي، لكنها في الفترة الأخيرة عادت هذه المعاناة، وذلك في موضوع المشتقات النفطية. المشتقات النفطية أمس وأول أمس، يعني قبل في الأسبوع الماضي، ارتفعت إلى 8000 وإلى 7000 وإلى 6500 ريال، اللي هو الدبة البترول 20 لتر. الأمس واليوم يشترونها من 12000، ولكن اليوم كثير من الناس يتحدثون أنه ما عاد حصلوا المشتقات النفطية وأصبحت معدومة، واللي يحاول ممكن بالسوق السوداء يلاقي المشتقات النفطية. نحن حقيقة كان لنا تواصل مع بعض الجهات، سواء كان الإدارية في بعض مديريات محافظة عدن التي هي مطلعة على هذا الأمر ولها جهود، وكان لنا تواصل مع بعض الجهات في الجهات النفطية، وعلى أمل أنه يكون في تواصل نحن وإياهم في هذا البرنامج، وسنحاول قدر الإمكان نحن نتواصل مع هؤلاء الأشخاص. لكن أزمة المشتقات النفطية يعني هي ليست بجديدة، والموضوع يبدو أنه في نوع من استخدام هذا الملف لتحقيق أغراض غير مفهومة وعلى حساب معاناة الناس. يعني شركة النفط وشركة المصافي مش عارف إيش اللي صاير بينهم، وكل واحد يعني في أنت زعلان مني وأنا زعلان منك، ومن يتحدث عن إضراب ومن يتحدث عن مظاهرة قاموا فيها عمال شركة النفط أو شركة المصافي، وبرضه يعني في جرحى نتيجة أنه حصلوا من يمكن حد من جهات الأمن منعهم من هذا الإضراب. عملية تهريب، هناك من يتحدث عن عملية تهريب للمشتقات النفطية إلى خارج العاصمة عدن، في اتفاقات موجودة بين شركة النفط وبين المصافي، كلا يتهم الآخر بأنه نكث في هذه العهود والاتفاقات، وكل واحد يبقى يسوق وكل واحد يبقى يستورد وكل واحد يبقى يبيع وكل واحد يعني. المسألة هي معاناة الناس قبل ما تكون سلطات.
أو تسيد وسيطرة ونفوذ، أنا اللي بمشي هذه الأمور. أنت لازم تعرف أنه هذا الملف ما يحتمل أصلاً المماحكات. آلاف الأطنان من النفط التي تباع للمواطن، المواطن يدفع فيها فلوس، أنتم ما تعطونا مجان. طيب المردود هذا حق الفلوس فين بيروح؟ إيش الموانع أنكم توردون نفط ثاني مرة؟ طيب أنتم متفقين أنه مثلا شركة النفط هي اللي بتسوق النفط وبتبيعه، ليش ما يكون الالتزام بهذه الطريقة؟ أنت تستورد وأنا أسوق، يعني مثل ما هو معروف المصافي تستورد وشركة النفط توزع. يعني بالله عليكم صعب، ما قدرتوا تديروا ملف توزعوا بترول للمحطات؟ يعني صارت الشغلة صعبة عليكم؟ يعني الناس تسخر فينا أنه بعض المناطق اللي هي مش محررة الوضع فيها أحسن من المناطق المحررة. يعني أنا ما فيش داعي نحن ما نسي نتكلم بكلام ما يقولوا سوق السمك الفيسبوك. نحن نخاطبكم كمسؤولين أنكم تتقوا الله في هذا الشعب، تتقوا الله في عدن وفي أهل عدن. شهرين وثلاثة شهور الناس يشتروا البترول من المحطات الخاصة من 6500. طيب الناس قد هي تشتري الآن، نحن يعني الناس خرجوا على زيادة 1000 في مرة من المرات، على زيادة ليش قالت الحكومة بتزود 1000. طيب الحين الآن قالوا ب 3500، وفي فترة من الفترات نعم زودوا 700 3300 700 طلعت 4000. الناس يشترونه من 6500. أول حاجة أين الرغبة على الأسعار؟ ثاني حاجة فين البترول؟ ما عاد حصلوا الناس البترول. هذه زي ما تقول مواضيع سيادية، يعني مفروض الدولة تنتبه لها والجهات الأخرى تنتبه لها. ما فيش فيها محاك، هذه ما هيش فيها معارضة مع أو ضد، نشتي نفشل الحكومة ولا الحكومة تشتي تسيطر علينا، هذا الموضوع ما يحتمل هذا الكلام، لأنه في خدمة لي ولك وللإنسان والمواطن والدولة وللمجلس وللشرطة وللعزام ولنا كلنا. دعني أنا أتمنى واحد من المسؤولين يطلع ويقول يا جماعة أنا فشلت أقدم استقالتي، أتمنى من هذا الكلام خلاص، يعني عداك اللوم. لكن أنتوا عايشين في بحبوحة ومتختخين، واللي بيعمر واللي بيسوي فلل واللي بيفتح شركات في كل البلاد وفي كل أقطار العالم، وأبسط الالتزامات تجاه الشعب اليمني ما فيش، ميشار رايح جاي على رقبة الشعب اليمني. صحيح الحكومة في الوقت الحالي قوتها وقوة سطوتها مش 100%، لكن برضه الإنسان يكون بالعقل، مش كله مكسب مكسب مكسب، يعني أرباح ملايين مليارات. ولو كانت الموضوع موضوع تجارة برضه في التزامات، في اتفاقات وعهود لازم توفون في هذه العهود. الشعب ما راح يصبر، نحن من 2015 اليوم نحن ب 2018 ما قدرنا نضبط سعر دبة البترول أو نوفر دبة البترول، أمرنا لله. قد هي السوق السوداء ب 12000 وبالمحطات من 6500، الحين آخر حاجة ما في. طيب كم تشترون أنتم دبة البترول؟ 100000. طيب خلاص وفروا البترول. طيب شركة المصافي وشركة النفط حق الشعب وحق الدولة والجمهورية اليمنية وضمن سيادة الدولة وفخامة الرئيس عبد الرب المنصور هذه، ولا كل يعني مقسمة لأشخاص وتجار ومسؤولين وما ندري لمن؟ الإنسان في عدن يعني تعب، الإنسان في اليمن تعب بشكل عام، المناطق المحررة وغير المحررة. نحن صحيح عاد وضعنا ربما كما يقولوا بالبلدي يعني أشكال قليل أحسن قليل في المناطق المحررة، في المناطق اللي تحت يعني سيطرة الحوثيين قوة قمعية قهرية، يعني ما فيش كله يا اسمع يا قتلوك. لكن برضه نحن نشتي نكون نموذج لباقي المناطق المحررة. في وزير نفط جديد، يعني نشتي نسمع من وزير النفط الجديد، نشتي نسمع من ناصر حدور حق شركة النفط، نشتي نسمع من أصحاب المصافي. أقل حاجة اعملوا هكذا أكشن إعلاميا أنكم تتابعون الموضوع. يعني نحن ما عارفين بكل الظروف، عارفين بكل اللي يصير وعارفين بالأوضاع من أولى، لكن برضه المواطن له طلبات. إيش بنتكلم نحن؟ بنقول الدنيا وردية داخل عدن والناس يموتون ما حصلوا الديزل يشغلوا المواطير مثلا لأصحاب الكلاء ولا البترول؟ نحن بنتابع هذا الموضوع ونتمنى أنه يكون في يعني قرار جري. يعني هناك في موضوع من المعاندات، أصحاب المالية ما يدفعوا الفلوس، وأصحاب قرار توريد المشتقات النفطية برضه يقول لك جيبوا الفلوس أول وبعدين نحن نورد. يعني هذه الشغلات ما نحن نشتين دولة،
المواطن بيدفع الثمن ليش المواطن؟ أنا أتمنى موضوع المشتقات النفطية اعتبروه موضوع إنساني ما له دخل بما حكاتكم السياسية، رجاء غاية الرجاء انقذوا هذا المواطن، يعني ما عاد شيء يحتاج لموضوع قرار من الأمم المتحدة. أنتوا تبيعوا حاجة للمواطن بيع بتستلموا الفلوس، طيب جيبوا وفروا له السلعة، ما قدرتوا توفروا السلعة، طيب في أخبار أن في مجموعة كبيرة من التجار تقدموا بعروض، ما بتوفر لي يا أخي خلي غيرك يوفر، ما تقدر توفر السلعة ولا اشتريها منك فلوسي. احنا الان مش مجتمع احتكاري يعني، لو ولا زمان الحزب الاشتراكي اليمني يعني كيس بر وشل معه كيس تمر خايس، هذا انتهى. انا بشتري انت بتجيب لي فلوسي وبتستفيد انت، ليه تحتكرني تجيب لي انت ما تشتي وبتوقع انت بس، لا انا اللي اشل منك ولا من غيرك، هذا حق الشعب وهذه ملك الشعب وشركة النفط حق الشعب والمصافي حق الشعب، وعدن خسرت وتعبت وقذف ابنائها دم علشان يتحرروا من بطش الحوثي، يعني خرجنا من معركة عسكرية والحين بنسقط معركة الخدمات. أتمنى أن تكون صورة يعني وصلت، يعني نحن نحاول نتكلم بأقل قدر مما يصلنا من الدكم والدق من الضرب من الناس، يعني وكل واحد يعتقد أن الإعلامي هذا بيده الحل، الإعلامي مجرد يعني يتكلم ما في بيده أي حاجة. فنتمنى أنها تصل إليكم يا من يعنيهم الأمر، معاناة الناس في المناطق المحررة، وهذا بالعكس كل ما توفرت الخدمات يقوي سلطة الدولة ويقوي مكانة الدولة ويقوي اقتصاد الدولة في كل الأوضاع. طيب هذا كان محورنا الأخير مشاهدينا الكرام، احنا حاولنا الاتصال، كان لنا حقيقة ترتيب مع الأستاذ هاني اليزيدي مدير عام مديرية البريقة وله جهود في حل هذا الملف، ولكن شباب يقولوا الجوال بنحاول نحن في فترات قادمة نحن ننسق مع وزير النفط ونحاول ننسق مع ناصر حدور وزير شركة مدير شركة النفط، ونحن نشتي حلول دائمة لمثل هذه الحاجات، يعني ما هي جمالها من حد، في هناك اتفاقات ومعايير سواء للأسعار أو سواء لعملية الاستيراد والشراكة بين يعني شركة النفط وبين شركة وبين المصافي، فيه اتفاقات كل شيء واضح. يجب أن لا تستقل الظروف، مثلا إذا الحكومة منشغلة في عمليات أمنية وعمليات يعني سياسية ودبلوماسية وعمليات عسكرية، بحيث أنه كل واحد يعني يحاول يعبي جيبه، يعني أقولها لكم أنا بالبلدي بالواضح، خلاص طيب أعطونا، طيب نحن نشتي بترول وعبوا جيوبكم شلوا، نحن ما نشجع على الفوضى، لكن خلاص المواطن يأس، قد يشتري الدبابة 12000 و500 وعادي ما حصلهاش، طيب كيف تشتوا عندكم؟ أتمنى أن يكون الصوت مسموع. نحن مشاهد الكرام تطرقنا إلى ثلاثة محاور في حلقتنا لهذه الليلة، كانت اللفتة الكريمة والإنسانية من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، الرئيس الأب أنا دائما أسميه، ومعه كذلك نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر وكبار رجال الدولة منهم الوزير نايف البكري ومجموعة من الوزراء، دكتور عبد الله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية وطاقم الرئاسة والدولة، للدكتور أحمد عبيد بن دغر في الرياض الذي تعرض لوعكة صحية وتم نقله أيضا إلى مصر، نتمنى الشفاء العاجل للدكتور بن دغر، شكرا لفخامة الرئيس وكل رجال الدولة. محور ثاني كان مكافحة الإرهاب في حضرموت والانتصارات التي تحققها النخبة الحضرمية على تنظيم القاعدة وطرده من وادي المشيني الاستراتيجي. المحور الثالث تحدثنا معكم حول أزمة المشتقات النفطية التي تعود من وقت إلى آخر في العاصمة المؤقتة عدن، ونتمنى بإذن الله أن يتم حل هذا الملف وأن تستقر الأمور وأن يتم توفير المشتقات النفطية للمواطن. هذا كان كل شيء مشاهدنا الكرام في حلقتنا لهذه الليلة من برنامج الوطن ينتصر، ونحن دائما نقول بالله ثم بكم ينتصر الوطن. إلى اللقاء.